اسمه احمد احمد اتكلم ان شاء الله عن بوس موجود في الكابيتال اوتسكيتس. طبعا البوس هذا انت رايح تبي تاخذ رونز ماركت اي رونز حقت بوس، طبعا بيكون له علاقة في المقطع بحطه في الديسكريبشن. انزل ندخل نبي ناخذ ايتم فجأة غصب من البوس اللي هو لا اله الا الله اسمه بنت من اح. طبعا اللي شوف هذا قد قاتلناه قبل في شو اسمه من قريب في القلعة. طبعا الثاني ما ادري نايم ولا ايش، لكن اسلوبه اوف عنده مسكة. اخبز ابوك اسمح لها هيل. طيب هذول العمالقة قاتلنا زيهم في الاوتسكيرت. واو ما يمديني اسوي لي باري فلة انا. ها اوه الكم باري بس ما في دمج. احا انا اللي ما عندي دمج. هذا عند اثنين ايزي الاول. تعال واك من حاش عنده نفخة. اهدى من كذا اهدى من كذا. لا تبدو وجهه ليش شوف وجهه يشبه مارك شو اسمه وشو. انا متخلف. اوه طلقات حلو. وش اح اح اخ اخبز اضرب يمين اضرب من اليمين تفله واطعن. اوه بري جيب السيف حقي ايزي. يلا ايوه بيتفي حلو. اوف مزع برجل وخس شله بيدك بينفجر تفلات. واو ايوه بعدين واو ضربه من فوق مع تفلات اح هين طف. الله بيرد تايم. تعال كل القم. يلا واحد اح يلا اوف تفلات ايزي. لا تجال على وشك تموت ايزي. احا ايزي القم وجرم على راسك القم. مش اللي يعطينا اياه. اوه اومن كيلر نايس ايزي مع السلامة. طبعا هو برجعك اللي هنا فايس عشان تعرف. اوه برجعني مكاني anyway.